مزيا الجرح ماشي خطير. الحمد لله. بصح هاد الفليشه ديالنا انتم ما قصدوها؟ لا رجع فهمك برهان، حنا كنا في الصياده وشفناها جايه تجري، وكان يجري موراها راجل ولا خمس رجال ما شفتش مليح، وكانوا حابين يقتلوها، وين شافتني قاعده تعيط نوري نوري. انا قاعد نخمم نسلكها ما نسلكهاش، نسلكها ما نسلكهاش، كنت ما ندخلش روحي بس تحكلني قلبي برهان. او ما عندك او غير فستي، كنا نصيدو هي كانت مخبيه ورا الحشيش، وحسب غزاله صيدها هكذا تفهم الباجي ياك. اما لردي 5 دينار تاعي دروك خي. قلت لك نسي يكلاني فمي، قلتها هذا ما كان. خلاص سكتوا عليا، على بالك ممكن يسمع بكم مولاكم. حمبوك برهان، ما تقولش مولاي بلي انا اللي قصها، على بالك بلي يقتلني وسيرتو مع ما صيدتلاش غزاله. نوري انت راك رايح درنا مشكل، هذه المراه ما رايش من والا، على حسب اللبسه نتاعها والهيئه ما تكون غير سلطانه. الباجي واش راك تشوف؟ يشوف فيها برك